بسم الله الرحمن الرحيم. المال مثل الماء، والبخل به مثل ركود الماء، فكما أن الماء إذا ركد فسد وتلوث وتكدر وجمع من حوله الأقذار والحشرات والبعوض وفسد فسادا لا يصلح بعده لا لسقيا ولا لزرع ولا لورود ولا لشرب، فكذلك المال إذا بخل به أهله وشحوا به فسد المال ولم ينمو وتضاءل وأفسدهم وأفسد أخلاقهم، والبخل والفقر هو أبو العيوب كما يقال، وأصبح الناس يعني يبغضونهم ويتكلمون عليهم وليس لهم قبول. فالبخل بالمال يجمع بلايا كثيرة، كما أن ركود الماء يجمع كما ذكرت الحشرات والأتربة ويفسد الماء في النهاية، والعكس صحيح، فالجود بالمال وبذله مثل جريان الماء، فإن الماء إذا جرى طاب وزكى وتخلص من مفاسد الركود ونفع الزرع ونفع الناس وطهر وكان طاهرا إلى غير ذلك من المصالح والمنافع في جريان الماء ومنافع ذلك. فأيضا بذل المال يطيب، إذا بذل المال طاب وطاب أهله ونفع وجلب لهم الذكر الحسن وتزكى أهله وزكى المال، بل الزكاة سميت بذلك لأن من خلال بذلها يزكو المال وينمو ويطيب ويتخلص من ما فيه من شبهات أو ما فيه من خلل أو مال أخذ على مال مشكوك فيه، يكون يذهب بهذه الزكاة ويتطهر هذا المال فيزكو وينمو ويباركه الله سبحانه وتعالى. فهذه خاطرة في تشابه المال بالماء، وببذله سبحان الله تطيب أخلاق أهله، فأهل الكرم وأهل الجود وأهل البذل تجدهم منشرحي الصدر، تجدهم أهل سماحة وأهل سعة وأهل يقين بالله وتوكل بسبب جودهم وكرمهم. فالإنسان لا يكون حارسا للمال بل يكون فارسا عليه ينتفع به وينفع الناس به، ولا يكون عبدا لماله بل يكون سيدا على ماله، وكما جاء في بعض الأمثال الأجنبية قيل المال نعم الخادم وبئس السيد.